عايزين نكمل مع بعض الاكزامبل اللي احنا بدأناه. الاكزامبل بتاعنا كان عن الكونديشنز او جملة الاف اللي احنا تعرضنا لها، وقلنا البرنامج بيطلع even or odd، يعني بيختبر الرقم ده عبارة عن رقم زوجي ولا رقم فردي. وقلنا ان الانبوت كان ان او ان او، وكان بنشوفه لو كان زوجي بنطلع even، لو كان فردي بنخلي المسج اود، وبنعرض في الاخر المسج. وكنا رسمنا مع بعض الفلوت شارت دي، وعايزين دلوقتي نبدا برمجه. بس قبل ما ابدا برمجه محتاج اراجع على شويه حاجات كده بسيطه. احنا كنا اتكلمنا على الاوبريتورز قبل كده، الاريثماتيك اوبريتورز، وكنا على الاساينمنت تقريبا حاجات كده. هنشوف لو في حاجه ناقصه. الاريثماتيك كلها اتكلمنا عليها، الزائد والناقص والضرب والقسمه والمودلس الريمايندر والاكسبوننت والفلو فلور ديفيجن. احنا المره دي عايزين نستخدم الريمايندر ده عشان نجيب بيه باقي القسمه. ده الكونكاتينيشن اوبريتور ما نرجع بيه. وادي ايه الكونديشنال اوبريتور بتاعنا او العامل الشرط بتاعنا. فكرته كلها ان انا عندي الاف، وادي الكونديشن، والس في قبليها جزء كامل على بعضه، وفي بعديها جزء كامل على بعضه. الاثنين الزرق دول اف والالس دول قصه، واللي قبليها واللي بعديها دول قصه ثانيه. يعني الكونديشن هنا في النص ده بيتقيم، واحنا اتفقنا ان الكونديشن بيطلع قيمته يا اما بترو يا اما بفولس، يا ابقى يا بلا. لو طلعت بترو اللي بيحصل ان هو بياخد بينفذ الجزء اللي قبل الاف، لو طلعت بفولس بينفذ الجزء اللي بعد مين؟ اللي بعد الاف. يعني لو احنا حبينا نستخدمه هنشوف هنستخدمه ازاي. لو رحنا فتحنا البايثون كده، وممكن اعمل اوبن ماشي، شوف احنا كنا مسايبين الحاجه بتاعتنا فين، مسايبينها جوه بايثون واكزامبلز. مش فاكر اكزامبل كام، اكزامبل اخر حاجه 20، نخلي ده 21. عشان ده احنا كنا فاتحين اوبن، لا مش هنعمل اوبن، هنعمل نيو، سوري. ماشي، كل اللي انا عايزه نكبر بس الخط شويه. كل اللي احنا عايزينه ان انا والله كان عندنا ان او، لان او دوت هنعمل له انبوت، وهقول له انتر نمبر. طبعا الرقم اللي هيدخله ده عايزين نحوله لرقم فلوت، ممكن يكون فيه كسر، فعملت له ادي فلوت وحط الرقم جوه لانه عندي مسج بتقول لو كانت النتيجه سليمه هكتب كلمه even، خلاص. واف كده الكونديشن بتاعي، فاكرين الكونديشن كان ايه؟ كان ان او باقي القسمة الصحيحة على الاثنين لو بتساوي زيرو، وإلس باكو ما عندناش هنا ايه كلمة زن ايفن، ولو كإلس هحط له كلمة ايه اود، وبالاخير هعمل برنت للمسج. في الاخر خالص حطينا برنت المسج. ده بس الكود بتاعي اهو. انا محتاج ان انا ابص كده على اللي احنا كنا رسمينه اهو. الاول بعمل انبوت ان او، وبقول ان او مودولس 2 بتساوي 0. ادي ان او اخدناها، وادي لو ان او مودولس 2 بتساوي 0 عندنا طرفين زي ما اتفقنا. لو ان هو مودولس 2 بتساوي 0 لو كده هيطلع ايفن، الس هيطلع ايه اود. هو ده، يبقى لو كانت ترو هيطلع ايفن، الس اللي هي الفولس هيطلع اود، وفي الاخر بطبع الايه المسج بس خلاص. اعمل سيف. وسيفت الفايل بتاعي، وتعالى ندوس اف 5. قال ان انت انتر ا نمبر، طبعا المفروض كنا ناخد سبيس، ماشي مش مشكله 50. طبعا ده زوجي المفروض يقول لي ايفن، فقال لي ايفن.
قلت له ماشي، محتاجين بس نقطتين هنا كده وممكن سبيس، الله يبارك لك، وسيف، دوس اف 5 تاني عشان بس يحط النقطتين ويوسع لي كده. قلت له 33، قال لي اود، وبالطريقه دي قدر يفرق اهو البرنامج بتاعنا ما بين الايه ما بين الزوجي والفردي والكلام ده كله. لو ايش في عندنا مشكله طبعا اسيبكم انتوا تجربوا الارقام اللي انتوا عايزينها وتحاولوا تحلوا معانا ان شاء الله. الامثال هسيبه لكم في اخر الفيديو.